أسعد الله صباحكم مشاهدينا وحياكم الله وين ما كنتم تتابعونا في صباح جديد ويوم جديد. إن شاء الله يكون خير على الجميع وصباح الوطن الغالي وقطر عاصمة الرياضة اللي ما زالت الإنجازات تتوالى فيها، وتحديدا يمكن احنا شهدنا أمس حصدت قطر لقب البطولة الأعلى جماهيريا منذ انطلاق بطولة كأس آسيا اللي كانت في عام 1956 وحطمت الرقم القياسي الجماهيري للبطولة. نتكلم عن نسبة قاربت لحضور الجماهير في الملاعب 1,000,000 مشجع، كما شهدت شبكة أوريدو كذلك طلب متزايد بشكل كبير على خدماتها خلال دور المجموعات للبطولة. نتكلم عن حجم وصل بالنسبة لاستخدامات البيانات على مدار 36 مباراة 190 ترابايت. أيضا تم إجراء 3,8 مليون مكالمة، إذن إنجازات كبيرة. هذا يمكن يدل على الحضور الفائق والكبير اللي شهدناه خلال بطولة كأس آسيا. وأيضا مع هذا الصباح ما ننسى نبارك لفوز العنابي أمس على نظيره وشقيقه المنتخب الفلسطيني وكذلك الأردن على أسود الرافدين. طبعا نبارك للجميع ونقول كذلك مشاهدينا صباحكم في الدوحة وأهلا بالجميع في دوحة الخير. وصباح الخير محمد، شلونك؟ شوق إن شاء الله طيبة. الحمد لله بخير. شلونك بعد مباراة أمس؟ كانت الحمد لله مباراة جيدة. أي مباراة فيهم؟ أنا ترى على فكرة يعني أمس بالضبط أنا أمس كنت حريصة أن أنا أحضر المباراتين وأكون موجودة متواجدة في المباراتين علشان نشوف كذلك متعة الأجواء المونديالية. إحنا ممكن نتكلم محمد عن كأس آسيا، هو كأن كأس العالم لكن بنسخة مصغرة، فعلشان كذي يعني هذا يدل على سهولة الوصول وسهولة التنقل. الحمد لله. نقول في البداية نبارك للمنتخب لوصوله للمجموعة القادمة دور الثمانية. أديتوا مباراة بطولية، كنتوا منافس صعب على عكس التوقعات، وأيضا تشرفنا في المقابل بزيارة مجموعة من المرضى اللي جو من غزة الفترات اللي طافت لتلقي العلاج في الدوحة وكانوا حاضرين في الملعب. ففي ظل وجودهم في قطر بعد ما جابوهم من فلسطين علشان يتلقون العلاج، هم اليوم حاضرين في الملاعب. فصحيح قد تكون خسارة لمنتخب فلسطين، ولكن هو فوز لنا ولقطر، فوز لهم أنهم موجودين وعلى أرض تحتويهم. ما دامت هذه الظروف تساعد أن نلتقي مع شعوب، نلتقي أيضا مع منتخبات أو بلدان صعب أنه يلتقون. إيش رأيك مع مشاهير السوشيال ميديا؟ والله صراحة يمكن اليوم ودي أشكر جميع مشاهير السوشيال ميديا على الجهود اللي قاعد يقدمونها. يمكن هم كذلك أمس كانوا حريصين على نقل الصورة لنا من أراضي الملعب نفسها. يمكن تذكرت بخصوص، يمكن إحنا أكيد نوجه لهم التحية، كل الأشخاص اللي كانوا حاضرين، كل الأشخاص الموجودين، أيضا الشعب الفلسطيني اللي كان مشارك، إحنا أيضا نوجه لهم التحية. ما ننسى أن يمكن قطر تلعب دور كبير دائما بالأرض، تلعب دور كبير كذلك بالجمهور. أمس شهدنا التكاتف والوحدة كانت موجودة كذلك من الشعب القطري اللي كان أيضا مناصر للشعب الفلسطيني. وإحنا يمكن نهاية المباراة شهدنا اللي هو بالروح بالدم نفديتش فلسطين. أي. فحلوة هذه اللقطات وحلوة هذه المشاهد وحلوة هذه الأخوة أيضا. يمكن على أرض قطر فلسطين تتأهل لأول مرة، فهذا دل على أنه حلو لما يكون أن أنت ما تحس نفسك غريب. صحيح. أنت تحس نفسك بين أهلك وناسك. وقطر سباقة في هذا الموضوع، الكل ممكن كان يصرح ويقول أن إحنا لما نجي لدولة قطر احنا نحس بين ارضنا وبين جمهورنا. علشان كذي احنا يمكن نشوف، يمكن حتى نسخه كاس العالم دي كانت نسخه استثنائيه، شهدنا كثير من المنتخبات العربيه من ضمنها اكيد المنتخب السعودي او المنتخب المغربي كذلك اللي تاهلوا لمناصب عليا ممكن ولاول مره كذلك. هذا ليش؟
بدنا هم يحسون نفسهم بين اهلهم وناسهم. وهذه النقطة اللي لابد احنا نتكلم عنها. شخصية مشرفتنا في الاستديو لما نتكلم من جانب ان هي قد تنتمي لسلطنة عمان، ولكن هي عاشت ومع قطر في ظروف كثيرة، وبالنسبة لناس كثر طالما انك قضيت اكثر من 5 إلى 10 سنوات في الدوحة فانت جزء منها او مكمل او مساهم ايضا في نجاحها. اخونا اللي مشرفنا عبر ايضا التواصل الاجتماعي، ومو بهدفه يكون مشهور كثر هدفه انه يوصل قيمة، حتى لو الاعلانات موجودة عادي. اهم شيء لشنو؟ ينقل الواقع. احمد بوتو حياك الله. يا مرحبا ومسهلا وشكرا لكم على ابداعكم صراحة، يعني انا من متابعين تلفزيون قطر، وللمعلومة اكثر من 20 سنة. اكثر من 20 سنة في الدوحة. نعم ما شاء الله. وانت البلد نقدر نقول يعني، يعطيك العافية، سعيدين بوجودك معنا اليوم. انت يمكن شكرتنا، لكن احنا اليوم ايضا بدورنا نشكرك على هذه التغطيات المميزة اللي مش فقط في كاس اسيا، انما يمكن في كاس العالم وفي اي محفل يصير في قطر. لكن بداية احنا نقول لكم هارد لك. المنتخب العماني ممكن ادى اداء جميل، وكان فعلا ودنا انه هو يستمر، لكن كرة القدم فيها فوز وفيها خسارة. صح. المنتخب العماني ما قصروا كلاعبين، يمكن كان شوي المدرب يعني كان سبب من اسباب الهزيمه، ولكن احنا نقول دائما الجمهور العماني دائما مبتسم وموجود ويحيي البطوله. اغلب الجماهير العمانيه الموجوده في الدوحه امس لقيتهم في الملعب، جزء منهم يشجع العراق، جزء منهم الاردن، جزء مع فلسطين، جزء مع قطر، يعني توزعوا كلهم، كل واحد وميوله ويشجع منتخب. فهذا ندل فني يدل ان البطوله ناجحه، لان اغلب المشجعين ما رجعوا. امس انت كنت تشجع الكل، موجود في المباراتين. نعم. انا في البطوله دور من ادوار ان اكون اغطي البطوله بشكل حلو، لان نجاح البطوله من نجاحنا يعني. اكيد. هذه متى موجود؟ موجود. هذه اللقطه هذه متى؟ هذه مع مدرج العنابي صح؟ نعم، هذه مع مدرج العنابي اللي ما شاء الله امس سووا جو. نعم، هم امانه يعني مدرج العنابي هاي ثالث مره اتكلم عنهم. هم أحيوا الجمهور القطري للأمانة. هذا الجمهور يعني ما أقدر أوصفه. من أول مرة شفتهم توقعت أن هالجمهور بينجح، خصوصا أنه موجود من كل الأندية، يعني تلاقين الوكراوي، الرياني، الغرفاوي، العرباوي، كل الأندية موجودين مع بعض. فهالشيء يعني يعطي جمالية أن كل واحد يغني غنيته، بس إيش تتغير من اسم النادي إلى قطر. فروحهم حلوة، ناجحين، الناس تحبتهم، وامس عطوا حياه صراحه بالملعب. نعم. يعني اكيد احنا نوجه لهم التحيه. من فتره كانوا ايضا ضيوفنا، فحلو اليوم يمكن لما نتكلم عن هذا الرقم. اليوم احنا نتكلم عن قطر تحقق رقم قياسي بمليون. نعم. احنا نتكلم عن دور المجموعات، ان شاء الله كذلك القادم راح يكون اكبر. فالحضور الجماهير اليوم، احنا نشوف اليوم مش فقط الرجال، انما اليوم العوائل، السيدات كذلك، لانه صار في حب، صار في شغف، صار في اهتمام كبير. فشلون تشوف الجمهور اليوم؟ من نجاح البطولة هو سببه. بقولكم ليش أنا أمانة، يعني كل المباريات اللي رحتها أشوف أن نجاح البطولة من نجاح التنظيم. يعني تلاقي ذوي الاحتياجات الخاصة لهم فريق خاص يخدمهم. صحيح. كبار السن، يعني مثلا أنا لما أمشي مسافة طويلة للملعب أكون مستانس، أنا قاعد أعيش البطولة، أعيش الأجواء المصاحبة للبطولة. وفي رسالة قدمتها بطولة آسيا أن دائما نروح المباراة قبلها بساعتين 3 ساعات. ليش؟ لأن في أشياء وايد، أنت ما رايح بس تشوف مباراة، أنت راح تستمتع ببطولة بأكملها. إحنا مجرد أن نعيش هذه اللحظات إحنا نعيش بطولة آسيا، لأن المباراة هي قبل وخلال وبعد المباراة. صح. وبعد المباراة حتى كل المنتخبات اللي خسرت أنا عشت معاهم هاللحظة، تلاقينهم برا الملعب فرحانين ويرقصون. فشيء حلو. هذا يذكرني بكاس العرب، في مباراة ما أنساها طول عمري. أي مباراة؟ كانت مصر فايزة على السودان أتوقع 4، فطلعت لقيت السودانيين فرحانين أكثر من المصريين يرقصون ومع على أغاني وهيك. فقلت لهم ليش؟ قالوا خلاص إحنا خرجنا الحين هنشجع مصر. وهذا اللي شفته الحين في كاس آسيا، أغلب الفرق صارت اللي يطلع يشجع الفريق اللي هو يحبه وميوله معه. زين، نتكلم من جانب، أنت في السوشيال ميديا وناس تعرفك، وما شاء الله يعني اللي بيشوف حسابك الانستغرام أن أنت كل يوم قاعد تصور شيء من جو كاس آسيا. نعم. ما قصرت في سوق واقف. والله صار في ناس يقولوا لي حسابك حفلة. زين.
كرنفال. اي والله هو امانه يعني انا اقول دائما الواحد في السوشيال ميديا لازم يكون متميز في حسابه، لازم الناس تبي تشوف شيء ما شافته. صح. فاحاول قدر امكان اظهر للناس الجانب هذا اللي هو الجانب كواليس البطوله. يعني مثلا اذا بصور هدف في الملعب القنوات افضل مني تصور. في ناس وايد صوروا الجول، ليش ما انا اصور خارج الملعب شنو يصير قبل والناس فيها فضول تبي تعرف شنو يصير. صح. كيف اللاعب يجهز المباراه، فاهم علي؟ يعني مثلا منتخب الاردني رحت معاهم الفندق صورت كواليس يومهم. حلو. كيف هذا اللي تفاعل اكثر. فانا لما اصور مثلا سوق واقف كمعلم سياحي كل واحد بالطياره بس شوف سوق واقف ودي ينط اول مكان ينزل فيه سوق واقف. هو قلب الجمهور العاشق لكره القدم سوق واقف. قلتيها. يعني احنا فعلا يمكن شفنا حياه حلوه احتفالات حتى من كاس العالم الى هذه اللحظه، يعني صج اجواء جميله. فايف زين. لكن بلا لكن انا اللي حبيته اليوم احمد شغله جدا مهمه، انت اليوم يمكن اخذت في عاتقك ان يمكن قاعد نشوف ايضا مع الساده المشاهدين بعض اللقطات، لكن انا ارجع للمحور الاساسي، انت اليوم احمد الحلو ان انت ما سلطت الضوء فقط على البطوله وانما ايضا الاشياء اللي قاعده تصير خارج. صح. البطوله مثلا يعني عندك انت سويت جدول فعاليات يناير مثلا في قطر اهم الاماكن لازم يزورونها. هاي حلو اليوم نعتبره احنا ممكن كدليل سياحي في نفس. صح. الوقت ان احنا نحضر 23 دوله بالاضافه لدوله قطر، جمهور كبير قاعد يجينا من برا، فحلو اليوم ان انت تكون كمرشد سياحي. صح. فنتكلم اكثر عن هذا الجانب وشلون شفت الاصداء بخصوص المحتوى اللي انت قاعد تنزله. هو تشوفي انا حتى لو يعني انا عماني عشت في قطر بس لي ولاء كبير لهذا البلد. بلاد قدم لي كثير صراحه في حياتي. فنوع من انواع رد الجميل ان مثلا اقدم لهم محتوى ان يساعد السياحه. الناس اللي برا قطر عندي عدد كبير خارج قطر يتابعني في السوشيال ميديا، فانا ببين لهم ان احنا في قطر عندنا وايد فعاليات. وامانه يعني قطر هاي شيء وايد متميزين فيه، يعني اغلب الدول يعني القريبه دائما يقولوا لي عليها انتم ما شاء الله جدولكم دائما فل مزحومين عندكم وايد فعاليات. وعلى فكره حتى انا اللي اقوله لان عندي 90 ثانيه والله العظيم انه وايد اشياء اتفاداها. يعني شيء بسيط انا اقول بس المهم. يعني لما ادخل صفحه قطر كالندر الاقي 40 فعاليه ترى في الشهر ما ملحق، فانا اقول الاميز. فاغلب الناس اللي برا تقول لي معقوله كل هذا في قطر؟ السؤال هذا فني يدل على نجاح. انت اللي تسعى ان انت تروح للجهات وتقول شنو عندكم، ولا الجهات هي اللي تقول لك احمد احنا عندنا هالفعاليات هالرزنامه سوق لها؟ التسعين ثانية اللي أنزلها على السوشيال ميديا تأخذ مني تقريبا من 4 أيام إلى أسبوع. حلو. إعداد، أنا علاقات عامة والسوشيال ميديا وأنا شركة والله أنا أسوي كل شيء حتى الكتابة نكتبها. بس ما جاوبتني، هم يكلمونك ولا أنت اللي تسعى؟ أكيد يكون في عمل مشترك. في منهم كذي؟ لا يعني مثلا في اشياء نتعاونت معاهم قبل. حلو. اتصل فيهم اقول لهم مثلا عندكم شيء جديد؟ ايوه شنو في ابي اقول عنكم شيء مميز هالسنه بتفاجئون الناس ولا بس بيكون معرض نفس السنه الماضيه؟ حلو. بحكم معرفتي معاهم بالنهايه يمكن احنا نقول هو هاي اليوم الواحد يعني دائما نقول قطر تستحق الافضل من ابنائها، فاليوم هذا إذا دلدل على أن أنت حريص جدا نفس ما ذكرت على إبراز صورة قطر على إبراز الفعاليات وعكس الواقع اللي قاعد يصير، فأكيد نتمنى لك كل التوفيق. لكن أحمد اليوم نتكلم يمكن عن جانب جدا مهم أيضا بما نحن نتكلم في كأس آسيا، واحدة من الأمور المهمة اللي لابد أن نسلط الضوء عليها اللي هو يمكن الترويج لمبدأ الروح الرياضية، فشلون أنت مسوي هذا الموضوع ومفعله في حساباتك؟ الروح الرياضية شوفي الحمد لله امس كانت اقوى مباراه في تاريخ دور ال 16 في ابطال اسيا. اتحدى اي منظم يقدر امس ينهي المباراه بدون اي مشكله. امس الحمد لله تنظيم ناجح بنسبه 100%. اي مباراه فيهم؟ مباراه العراق والاردن. اي انا حضرت الشوطين، شوط مع الاردن وشوط مع العراق، عشت يعني اقوى تنافس لاخر ثانيه الاردن سجلت جول. يعني انا توقعت بعد المباراه تصير مشكله. شوف لما نتابع بطولات ثانيه بطوله اوروبا وافريقيا حتى نهائي ابطال اوروبا صارت فيه مشكله، في قطر لله الحمد لليوم ما صارت مشكله. هذا يدل على ان التنظيم ناجح. لما انا اقرب من الملعب واشوف عدد المنظمين عدد المتطوعين
وهذه هذه هذا شيء انا اقوله يعني والله حتى يعني احس بالفخر لما اشوفه. كل الناس الموجودين في قطر حتى المقيمين حتى اللي جايين من برا طيب. عندهم شعور ان لو نجحت بطوله انا راح انجح صحيح. يحبون البلد. يعني تخيل لقيت متطوعين من العراق يقول لي انا احس اني قطري الله. والله العظيم تلاقي ناس مثلا حتى في كاس العالم لقيت مره وهذا ما انسى هالموقف كويتيه عندها حب ولا كان في بلدها يعني يشهد الله يمكن واقفة خمس ساعات تشتغل بضمير ما حد يعرفها. حلو وايد متطوعين لما أقولها ما شاء الله أنت من وين تقول يا من الكويت. الكويت بس هذا البلد لازم تنجح فعلا شعور حلو تشوف صح. كل الناس مع حلو. بعض صحيح. أمس أشوفها حتى في الاستاد أنها أيضا المتطوعين من دول الخليج موجودين نعم. منهم من اللي عايش أو من مواليد قطر صح. قبل أن أختم معك أنت أيضا كانت لك جولة لكأس آسيا نعم. يعني مع الكاس كنت تاخذ فيه جوله في الاماكن السياحيه صح. فكلمنا عن هذه الجوله اللي انت ماسك الكاس قبل لا يمسكها اي منتخب فايز. الكاس راح مني امس امس كان عرس اخونا الفنان ناصر الكبيسي صحيح مبارك له نعم الله يبارك فيه وكنت رايح الملعب وهو على طريق الملعب في مجمع الضعاين فمريت عليه وعطيته كاس اسيا هديه الاصلي لا مو الاصلي انا استخدم السوشيال ميديا وايد عزيز عليه لا بس انت خذيت جوله مع الاصلي اي الاصلي هذا اشتغلت فيه ما شاء الله الحمد لله في يعني حتى مع تعويدات البطوله ترينه وفريحه وسبوق والتنبكي كلهم اشتغلت معهم الحمد لله الكاس اللي انا اتمشى فيه واصور فيه مع الجماهير امس كنت رايح عرس ناصر ولقيت اخوه فهد وحمد والوالد فقلت لهم بمناسبه ان الحين انا رايح مباراه قطر وان شاء الله ياخذون الكاس تكونون فال خير عليهم الله. بخلي الكاس معاكم في العرس صورنا انا وناصر صورنا انا وناصر شيل شيل يا طويل العمر شيل عاد المفروض كنت تجيب لنا نسخه هني ثانيه بيجيكم حاضرين فابغى اقول لكم شغله عن كاس اسيا لاحظت ان اغلب الجماهير يتابعون اول باول يعني مثلا كاس اسيا اليوم راح يكون في اكسبو تلاقين ما شاء الله قبلها بساعة الكل موجود ينتظر كاس لأن أنا في المهل كنت أروح أغطي وهذا ألاقيهم كلهم اللي ما يلاقي فرصة يروح مكان ثاني صحيح لأن هي فرصة يعني. جميلة والحمد لله يمكن أنا بعد أثني على الكلمة اللي قلتها بما يتعلق بالتنظيم إحنا فعلا إلى الآن شفنا تنظيم الحمد لله مبهر ودائما إحنا يمكن هذا الشيء مو غريب لما نتكلم عن قطر اللي قدمت أفضل نسخة على مستوى العالم في كأس العالم فأكيد هذا الموضوع إن شاء الله راح يكون جدا بسيط بالنسبة للجهود الكبيرة اللي قدموها في كأس العالم أحمد باتو من الشخصيات المؤثرة من الشخصيات الملهمة من الشخصيات الطموحة يعطيك العافية على كل العطاء اللي قاعد تقدمه ونتمنى لك ان شاء الله التوفيق والقادم افضل والكاس ان شاء الله تجيبه لنا هني باذن الله ان شاء الله كاس النابي والحمادي راح يرفع شوف على طاقم امتيازات اذا في مباراه جايه عندك تذكره ولا احنا نبغيك في الملعب انا ابي تذكره حاضرين امزح وياك حاضرين او عندك النهائي بعد عطنا حاضرين انت ما يسالونك السؤال اكيد لعوزوك عندك تذكره زين مشكور احمد ما قصرت طبعا على موضوع التذاكر يعني صح انه ممكن تنباع بعدين ولكن انت وينك قبل؟ المفروض في ناس تاخذها من قبل انطرحت على مجموعات احنا ودنا ايضا نعيش معاكم اجواء المباراه اللي كانت امس ما بين قطر وفلسطين الفوز واحد كثير من اهلنا من فلسطين موجودين في قطر وعايشين وبيننا وقالوا بان الفوز واحد احنا كان ودنا فوز بلادنا ولكن قطر ايضا بلادنا والكوفيه لما كانت على اهل قطر وعلى اكتافهم شعور الواحد يسعد فيه ايش رايك نشوف بلا شك والله احنا جايين هون عشان صراحه نشجع الفريقين المنتخبين صراحه المنتخب الفلسطيني والمنتخب القطري انا دمي فلسطيني بس ولائي برضو كمان لقطر جايين كاعلاميين ان احنا نشجع منتخبنا طبعا لكن قلوبنا كلها مع فلسطين ومع غزه وان شاء الله يا رب يعني فوز قطر او فوز فلسطين كله فوز عربي ولكن بروح وطنيه طبعا جايين نشجع المنتخب العنابي وانا جايه قبل عيالي من كثر الحماس اللي فيني على اساس اني اقعد واستمتع بالاجواء
الحماسية الكروية. جاية هون أشجع طبعا فلسطين لأني أنا بلدي، بنفس الوقت طبعا أنا مقيمة من زمان وأنا صغيرة بقطر، لهيك مشاعري مختلطة بين أني أشجع قطر نفس الوقت أشجع فلسطين. جايين نشجع قطر أنا، وإن شاء الله الفوز لقطر 3-1. إن شاء الله جاي أشجع إخواننا العرب المنتصر قطر أو فلسطين، أشجع الاثنين. أنا رايح اليوم جاي بس عشان أشجع العنابي. اليوم رايح أشجع المنتخب القطري، بإذن الله نطلع بنتيجة زينة وفوز زين، وبإذن الله أنا متوقع 3-1 إن شاء الله لمنتخب قطر. ما ودي أقول قطر تدل فلسطين لأن ما يصير، عاد لازم نحترم، عاد هاي دولة عاد فيها القدس الشريفة. أحس قطر بتفوز 3-0 وفلسطين، وفلسطين إذا فازت أنا بالنسبة لي عادي، لأن فلسطين أخواننا ويستاهلون يتأهلون حق ربع النهائي. إن شاء الله راح تكون مباراة حماسية، وعلى الفريق أن يحترم البلاد العظيم فلسطين لأن فيها القدس الشريفة. أشجع قطر فلسطين وراح تكون مباراة حلوة وايد. فلسطين يعني في قلوبنا وقطر في قلوبنا بعد. أنا أشجع قطر، اليوم يورا بتفوز قطر. ويلا شوم ويلا رال هدف راح الهدف ويلا شوم. بتكون مباراة صعبة عشان مشاعرنا مع فلسطين. عاشت قطر تحيا قطر عنا بيا عز وفخر، جمهورك الوافي حضر والفوق فلك يا قطر. أنا أشجع قطر وإن شاء الله قطر يفوزون. أنا قطرية وأشجع قطر بس لابسة هاي عشان نساعد ونشجع أهلنا في فلسطين. تقدموا فلسطين 1-0، بعدين تعدلنا 1-1، بعدين فزنا عليهم 2-1، والمباراة كانت نار. أول شيء مبروك حق المنتخب القطري، وثاني شيء الأجواء حماس، وثالث شيء المنتخب القطري في الجول الأول كان مبدع لأن الجول أصلاً جاء في آخر الدقائق، والجول الثاني كان بلنتي. مبروك حق المنتخب القطري وهارد لك حق المنتخب الفلسطيني، إن شاء الله يعوضونا في الأيام القادمة. قطر تستحق الفوز في كأس آسيا، وتستحق أن تشيل كأس آسيا وهي مفتخرة. ومن قطر عاصمة الرياضة نرحب فيكم من جديد مشاهدينا وحياكم الله، مستمرين معاكم في جولة مع أهم وأبرز أكيد الضيوف اللي راح يكونوا مشرفينا ومنورينا اليوم. واليوم لما نتكلم إحنا عن فعاليات كأس آسيا، حلو لما نشوف أن هذه الفعاليات كذلك تتوالى في مدارس قطر تزامنا مع الأحداث الرياضية فيها. اليوم مدرسة طارق بن زياد الابتدائية قدمت، طبعا هي في مؤسسة قطر، قدمت العديد من الفعاليات، وهي طبعا واحدة من الفعاليات كانت عبارة عن محاكاة
كأس آسيا. فرح نتحدث مشاهدينا أكثر حول هذا الموضوع، فيسعدنا نستضيف معنا الدكتورة مها الرماحي مديرة مدرسة طارق بن زياد الابتدائية، وعندنا كذلك الطالب المبدع شبيب الدوسري. حياكم الله معنا وصباح آسيا وإن شاء الله، وأيضا بارك لكم على فوز المنتخب العنابي أمس، كمان بارك لجميع السادة المشاهدين. الله يبارك فيكم وصباحكم خير وسرور إن شاء الله، وشكرا للاستضافة. شرفتينا دكتورة مها، مو بغريبة على مدرستكم ما شاء الله، من المدارس الحية بالأشياء اللي قاعد تسويها على مدار السنة. صحيح. شنو حابة تقولين قبل لا ندش في المدرسة والأمور اللي قاعدة تصير فيها؟ نعم. من أجل كأس آسيا. نعم. شعورك بفوز المنتخب أمس؟ نعم. شعورك بوجود بطولة مثل هذه في قطر؟ نعم طبعا، أنا جدا سعيدة وفخورة بكوني قطرية بسبب الارتقاء اللي قاعد يصير في مجتمعنا القطري، والتنظيم اللي جدا رائع، والشيء اللي نفخر فيه قدام العالم. عندي أصدقاء كثير حول العالم ودائما يتواصلون معاي، فخورين بالإنجازات اللي احنا نعملها، وخاصة في الدول الغربية منبهرين انبهار غير طبيعي ان دولة عربية صغيرة عندها هذا الإنجاز الرائع ما شاء الله، من كأس العالم وقبل كأس العالم والآن في كأس آسيا. نعم، يمكن الحمد لله قطر أثبتت للعالم أجمع مدى جاهزيتها وقدرتها على تنظيم أي حدث عالمي وبطولي، وخصوصا لما نحن نتكلم عن كأس آسيا اللي كان هو خير مثال على كل اللي ذكرتي يعني. صحيح. وإحنا نفس الشيء اليوم ممكن قاعد نشوف أن الأجيال كذلك قاعد تتوارث هذا الموضوع، وعندنا شبيب يمكن أنت أمس، أنت غير أنك رياضي وتحب الكرة، أنت أمس بعد كنت مشجع وكنت حاضر صح؟ أي أكيد. شلون كانت المباراة؟ والله كانت حلوة. حلوة؟ إيه؟ الحمد لله فزتوا فيها خلاص؟ إيه خلاص. أحلى جول قول حسن الهيدوس. أنت كنت حاضر شفته ولا لا؟ حلو. بس حسن الهيدوس غير غيره. لأن أكرم يعني بلانتي قريب من الجول. إيه هذاك دائما يجيبها من بعيد، ها؟ حسن دائما من بعيد. إيه الله يحفظه إن شاء الله. يعني تبي تعرف على الشبيب، يعني شنو دوره في المدرسة؟ شنو الأشياء اللي سويته في كأس آسيا؟ والله في كأس آسيا مدرسة ما قصروا معانا، نظموا بطولة كأس آسيا من النسخة المصغرة، وسووا مباريات في البداية، سووا قرعة أن كل فريق يعني يمثل منتخب، أنا مثلت منتخب كوريا ولعبنا مباريات، وفي مدرسة أكاديمية العربية الدولية جاتنا. حلو لما نشوف هذا التعاون يكون موجود. والأحلى اليوم يعني دكتورة مها، لما أنتم اليوم تعيشونهم هذه الأجواء. نعم. وحماس هذه الأجواء، يعني إحنا يمكن قبل شوي شبيب قال لي قبل الهوى أن كانت أصلا في قرعة. صحيح. يعني أنتم حتى على أساس أنه ما يكون في تحيز لهاي خليتوا قرعة، وأن صحيح. الكل يلعب ويستمتع إذا في هذا اللعب. لكن خلينا نوضح للسادة المشاهدين أكثر عن الفكرة تحديدا. نعم. وشلون جاتكم؟ نعم، نحن نقوم بمحاكاة الأحداث اللي تصير حول الطلاب، فضروري في التعليم عشان التعليم يكون حقيقي ان احنا نعمل كونكشن قوي للاحداث المحليه اللي تحصل للطالب. ففي كاس العالم عملنا ايضا محاكاه لكاس العالم، ولما نقول محاكاه يعني تطبيق فعلي حقيقي. احنا بدينا من مرحله الاقتراع، من مرحله اختيار الدول، عملنا ايضا داخل الصفوف الدراسيه كيف احنا نكون فرق نلعب بروح رياضيه، فعلمناهم طرق الروح الرياضيه، والتقرير موجود وتشوفونه الحين، علمناهم تدريب كره القدم. الله، علمناهم بعد. ايوه، وكل صف دراسي خذ دوله معينه كان يتعلم اكثر عن ثقافه هذه الدوله. ممتاز. عن لغه الدوله، عن ثقافه الدوله من ناحيه الرقصات، من ناحيه افضل اللاعبين في هذه الدوله، فكانت ايضا دراسه وفرصه ان الطلاب يتعرفون على دول العالم المختلفه في قارة يعني آسيا. يعني استمتاع وفائدة في نفس الوقت. نعم نعم، فهي فرص تعليمية رهيبة كانت عن طريق المحاكاة. ومروا بدوري 16 ودوري 8 وصار الختام، ولعبوا المباراة النهائية وكان الفوز، وكان في كؤوس وتسليم ميداليات، وكان في تعليمهم لدور الحكم. فيعني كانت تجربة حقيقية فعلية ما راح ينسونها طول حياتهم. إذا أنت قلتي دكتورة مها دور الحكم، يعني هم لعيبة وهم حكم في نفس الوقت علمتوهم؟ لا، الحكم هو المعلمين، فهم كانوا يعرفون دور المعلم، فكان يعلمهم كل يعني قوانين اللعبة. صحيح. ممتاز. طيب ما شاء الله. شبيب، شنو سويت المدرسة وشنو سويت في هالأجواء الحلوة اللي أنا صراحة تمنيت أكون معاكم؟ اولا في المدرسه يعني في الفعاليات اللي يسوونها لنا، يعني فعاليات تحس انك انت قاعد تلعب المنتخب نفسه. فمن قبل سوينا كاس العالم 2022، ويوم سوينا انا ما قدرت اروح كاس العالم لان كنت مريض. والحين كاس آسيا الحمد لله رحت. شنو شفت عندهم في المدرسه؟
شفت ان في جايبين مال شو اسمه جايبين حكم وجايبين معلق بعد يعلق اللي هو المدرس قاعد يعلق انت شنو كان دورك؟ انا كان دوري اني العب الله ايه. عاد سويت في البطل والله جبت جول نفس جول هيدوس ولا اكرام؟ لا احسن يا سلام لاعب ان شاء الله راح يكون ان شاء الله دوري. زين قولي كنت في اي منتخب قرعتك؟ كوريا. كوريا إيه؟ والله حلو يعني انت ماخذ بعد اقوى منتخب على تصنيف صح. يعني مو بهينين صح. وكنتوا لعبتوا مع من؟ لعبنا ضد اوزبكستان وفزتوا عليهم ولا لا خسرنا وحسب. يلا بس عادي تتعلمون ان شاء الله عقب. لكن يعني فعلا اليوم سعيدين لما نشوف ان ايضا دكتوره مها عندنا طاقات شبابيه قد يكونوا مثلا ما شاء الله مبدعين في جانب كره القدم قد يكونوا مبدعين في اكثر من جانب. فهني نتكلم عن دوركم اللي تقدمونه اليوم صحيح. باكتشاف المواهب احنا يمكن شهدنا تحديدا لما نتكلم عن مدرسه طارق بن زياد خرجت كفاءات كثيره وخرجت مسؤولين كبار اليوم احنا قاعد نشوفهم في الدوله. فنتحدث اكثر عن اهم أهمية هذا الجانب والاهتمام بالطاقات الشبابية. نعم، فالاهتمام في الطاقات مش هي ترى طاقات رياضية حتى في الفنون. فإحنا من خلال هذه التجربة كلها ركزنا على الفنون. فمعلمة التربية الفنية كانت ترسم معاهم الأعلام تعلمهم عن الألوان في الأعلام وما هي دلالتها. كنا نعمل مثل ما ذكرتك الرقصات الموسيقى صحيح. الفنون المختلفة. فهي مش فعليا التركيز بس على مهارة الرياضة، مهارة التعلم، مهارة البحث والاستقصاء. فلما قعدت معلمة الصف مع كل صف وقالت يلا احنا بنتعلم عن الدولة الفلانية فيفتحون الانترنت ويبتدون يبحثون يجمعون معلومات وابتدوا يحطونها في ملصقات حول المدرسة وبدأوا يتعلمون شلون يسوون فكرة العرض فالإلقاء يعني فتخيلي كمية المهارات اللي احنا غطيناها بس بتجربة بسيطة لمدة أسبوع واحد. طبعا كان في استعداد منها قبل وأيضا شراكة أولياء الأمور. يعني أولياء الأمور احنا فتحنا لهم الباب إن أرجوكم تعالوا ساعدونا وتفاعلوا مع طلابكم. فكل ولية أمر مع بنتها أو ولدها يعرفون الدولة اللي هم بيمثلونها فاشتغلوا مع الطلاب راحوا السفارات عملوا مقابلات جابوا مواد تثقيفية وتعليمية للمدرسة. ففعليا هو تعزيز جميع المهارات. فالطفل اللي عنده مهارات رياضية بتبرز، مهارات فنية بتبرز، مهارات الخطابة والإلقاء بتبرز. فنغطيه بشكل كامل. نروح حق البطل شبيب. شبيب ايش رايك في المنتخب اليوم بما ان انت لاعب تقول ان انت لاعب إيه؟ ونبي نعرف انطباعك عن المنتخب لين مباراه امس شنو شفت وهل حضرت مباريات ولا لا؟ اي حضرت مباريات يلا. حضرت مباراه قطر وطاجستان ويوم طلعت عمان من كاساسيا للاسف انهم طلعوا. المنتخب ايش رايك فيه؟ المنتخب والله لعبهم عدل فنانين صراحه. بشكل عام امس مباراه امس إيه امس مباراه امس يوم إيه؟ فلسطين جابوا الجول الاول فقدت الامل خلاص اي بعدين اللي اسمع جماهير يصرخون حسبت ان فلسطين جابوا جول ثاني الا شو اسمه حسن الهيدوس جاب الجول وتميت المباراه وما طلع لا تم وشاف المباراه وحضر المباراه وحتى يقول لك ان شاء الله لا انا كان انا بيني وبينه كان في حديث قبل الهوا وقال لي ان شاء الله راح يحضر بعد المباريات الجايه. حلو اليوم لما نشوف الدعم والتشجيع والمسانده لمنتخبنا الوطني لانهم دائما يستاهلون يستحقون. لكن انا بيك تقولي الحين من لاعبك المفضل في المنتخب؟ صراحة كرم عفيف بس في الدوري بيننا عداوة لأني ريان بس ساعة تقول هيدوس يعني كرم عفيف أنا أشوف كرم عفيف. دكتورة أنا بس أسأل سؤال وايد مهم تسمح لي مهم اليوم نشوف تبني طاقات وهذا شيء طيب وحلو ممكن تسوون فعاليات مصاحبة. نعم أنتم كمدارس أو أنتم كمدرسة طارق بن زياد بالتحديد أنتم من يقوم بهذه العملية أو الدعم يأتيكم من الوزارة وتوجيه على أساسه تسوون هذه الفعاليات أو المؤسسة قطر يعني؟ نعم طبعا تجينا تعليمات من وزارة التعليم والتعليم وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بتفعيل الأنشطة وبخلق أنشطة ذات قيمة وبخلق أنشطة أيضا لها علاقة بالهوية الوطنية وبالثقافة القطرية وأيضا هناك توجيهات من مؤسسات قطر بذلك ونقوم إحنا إن شاء الله بتفعيل هذه الأشياء. لأن في ناس تستغرب تقول ما شاء الله أيوة. سووا هذا كله هذا بروح بعد تكليف. أيوة تكليف فهو إبداع كل مدرسة صراحة. فالتوجيهات موجودة والمصادر موجودة والدعم موجود فعقب تشتغل كل مدرسة برؤيتها وحماسها. نعم اليوم ممكن أيضا نتكلم دكتورة لجانب اللي إحنا يمكن ذكرناه سابقا اللي هو دعم المهارات. إحنا ما ننسى يمكن في نهاية 2022 كذلك كانت هناك أول حاضنة ابتكار مدرسية في مدرسة طارق بن زياد. صحيح. نتكلم اليوم إيش كثر أنتم مهتمين بخلنا نقول اللبنة الأساسية. نعم. نتكلم عن رأس المال البشري. نعم. نتحدث عن هذا اللي طبعا أكيد يحقق الرؤية الوطنية 2030. نعم. فمثل ما ذكرتي
من أهم ركائز المبادرة الوطنية في دولة قطر هو العنصر البشري، وإحنا ما شاء الله تطورنا في التعليم في دولة قطر، ما شاء الله حين الجميع حاصل على دراسات عليا ومتعلم ومثقف، شعب مثقف وواعي، فضروري نحن نبتدي من الفئة الصغيرة اللي هو فئة العمر الطلاب في الطفولة المبكرة، فبدال ما نبدأ بشكل متأخر في المرحلة الثانوية بحاضنات الأعمال وبالإبداع وتشجيع الفكر الإبداعي وتشجيع البحث والاستقصاء، نبدأ من الصغر. فالحمد لله بالتعاون مع وزارة الرياضة والشباب عن طريق النادي العلمي قمنا بإطلاق أول حاضنة رقمية أو معمل رقمي داخل مدرسة ابتدائية، يعني ما صارت قبل، خاصة هي تعتبر مدرسة خاصة، والحمد لله وإن شاء الله راح نقوم بالتعاون مع مدارس مجاورة حولنا للاستفادة من هذا المصدر الجميل بإذن الله. فخورة والله صراحة بهذا الإنجاز. الله يسلمك. شنو تقول حق مدرسة طارق بن زياد والدكتورة مها؟ أول شيء حاب أشكر الإدارة لأن المنسقين للمدرسين والمديرة والمديرة كلهم على الإدارة. أهم شيء المديرة. أهم شيء المديرة. وحاب أشكر أصدقائي اللي معي في الصف، يعني لو إحنا يعني لو إحنا مو موجودين كانت كاساسيا ما راح تقام اللي في المدرسة. لأن الحين هم سووا كاساسيا ما قصروا معانا، بس إحنا دورنا إن إحنا نلعب مثل مدرستنا. لازم هو أصلا يكون في تكافؤ. أنت يمكن شكرتهم كلهم، أنا بعد اليوم أشكر الوالدة اللي موجودة ومساندة وداعمة أكيد، يعني يعطيها العافية. لازم نقول لها شيء صدقين. وما أنا قبل لا يقول لها شيء أنا بعد ودي أقول لها شيء، يعني أمك ما شاء الله دائما حاطتك انت دائما في عيونها، هذا شيء طبيعي، وحتى وصتني عليك قبل لا نطلع على الهواء وقالت لي ان انت ما شاء الله تبارك الرحمن غير الجانب الرياضي انت بعد مشارك بعد القصيد. قولي عن تجربتك. اول شيء بدايه قبل اشارك في عد القصيد امي جت وكلمتني في البيت قالت لي ترى بشاركك في مسابقه عد القصيد، كنت متردد في البدايه بعدين قلت يلا نشوف ايش بيصير. بس عندك مهارات مبدع اللي نعرفه. ها عندك ابيات تقولها لنا اليوم عن قطر؟ صراحه ما عندي عن قطر. ها عندي يعني عن التطوع اشياء ثانيه. هذا في شيء قال الحين اذا تبون مو مشكله. حافظ يلا قول بيتين سريعين. يلا يقول شاعر شبيبي شبيبي الدوسري الله الله بالتطوع يا جماعة حن هل الوقفات وهل الخير حنا نطلب الصوت لمنادي واستماعة كيف عادل يا غدا فينا ومنا وانت حزمنا بقدره واستطاعة ذي عوايدنا وذي عادات أهلنا انت كاتف والوطن حنا ذراعة والزمن لا شان وجهه ومتحنا والشجر ما يطلع إلا بالزراعة والوطن ما ينهض إلا من عملنا التطوع باب خير وباب طاعة لا توكل على الله واستعنا والدليل اللي يونسني سماعه كيف صرنا بالعزوم وكيف كنا سلامتكم. الله صح الله يسعدك. الحين عاد ابيك توجه رساله لامك، شو تقول لها؟ انا بدون امي ولا شيء. الله يخليكم لبعض. الله يحفظكم ان شاء الله. الله يحفظكم. شو شعورك لما تشوفين هذه الثمار؟ طبعا جدا سعيده، وما شاء الله عندنا نماذج شبيب كثيره بعد في المدرسه ما شاء الله، وكلهم عندهم الحب والالفه، ومجتمعنا ما شاء الله مجتمع جدا سعيد وإيجابي، والكل يحترم بعض والكل يحب بعض في المدرسة، وطبعا نشجع احترام أولياء الأمور من قبل عيالهم بهذا الشكل اللي ذكره شبيب. بلا شك. وإحنا اليوم أيضا نقول في يعني يمكن رسالة جدا مهمة اليوم أنتم قدمتوها دكتورة، أن دائما حتى في فعالياتكم حريصين جدا على إشراك الأهالي، لأنهم يعتبرون الدور الأساسي والشريك الأساسي في إنجاح الشباب اليوم وتبني حتى كل الأفكار والقدرات المهمة. إحنا يمكن تكلمنا بشكل عام عن المدرسة، تكلمنا عن هذه المواضيع، لكن ودنا نرجع لكاس آسيا والتوقعات سواء لمنتخبنا الوطني أو حتى المنتخبات العربية. طبعا عندي نقطة بضيفة أكيد. يعني يوم سوينا كاساسيا المدرسين اختاروا الطلاب انه يعني يسوي رزيف العرضه، وانا كنت منهم ما شاء الله. يعني مثل ما هم شغلوا اغاني للدول اللي مال الافرقه شغلوا يعني نفس مال اعتزاز بوطننا. حلو هذا الاعتزاز بالهويه الوطنيه، هاي شيء رئيسي واساسي عندكم دكتور. نعم. فانا مثل ما ذكرتي توقعي طبعا لقطر انها تفوز، كلنا كقطريين نبي قطر تفوز باذن الله ان شاء الله. بس اي منتخب عربي ان شاء الله بيكون شيء يفرحنا كلنا كشعب عربي. والله الشيء اللي انتم تسوونه بحد ذاته مفخره. نعم. ايش حابه تقولين لشبيب او لاولياء الامور؟ نعم. لكل انسان في قطر حاب انه هو يسعى انه يوصل لهذا المستوى الراقي اللي احنا قاعدين نشوفه. نعم. من الطلبه. نعم، خاصه في المرحله الابتدائيه دائما انا اشجع على القراءه، فيعني اشجع شبيب واشجع والدته وجميع اولياء الامور بالاهتمام بمهاره القراءه قد ما يقدرون، لان هي مفتاح النجاح في جميع
مجالات الحياة بإذن الله. بلا شك. احنا نرجع نقول بما يتعلق بمدرسة طارق بن زياد، هي توفر تعليما ثنائي اللغة لمنهج طبعا أكيد متجذر بعمق التراث القطري، وهذا اللي شهدناه اليوم واللي قاعد نشهده يوم ورا يوم من خلال أكيد الأحداث المهمة اللي قاعد يقدمونها. شكرا لك دكتورة مها الرميحي مديرة مدرسة طارق بن زياد الابتدائية، شكرا للجهود اللي تقدمينها، للعطاء اللي تبذلينه، وكذلك نشكر المبدع شبيب الدوسري. شكرا لك ونتمنى لك التوفيق، ونشوفك ان شاء الله في المنتخب ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لكل مدرسه اليوم في قطر ولاصحابها، انهم قاعد نشوف منهم هذه الثمار وهذه النتائج، وندل ايضا تكاتف ما بين المدرسه وما بين البيت، وعشان كذي احنا قاعد نشوف مجتمع واعي وناضج مثل هذا العمر يعطي من اجل قطر، وفخورين جدا فيهم. واحنا نقول دائما قطر تستحق الافضل من أبنائها. متواصلين معاكم مشاهدينا، لكن بعد هذا الفاصل. حياكم الله من جديد. ومباراة أمس أنا ما حضرتها، اللي كانت ما بين الأردن وما بين العراق، ونبارك لإخواننا النشامة هذا الفوز وهذا التأهل، وأيضا نقدر نبارك ما نقول على الخسارة لإخواننا العراقيين على وصولهم لهذا المستوى، لو على الجمهور الحي اللي أحيا البطولة، ونتمنى أنكم أنتم موجودين يعني حتى لو أن المنتخب خسر. صح؟ طبعا اكيد ملح، خلينا نقول كان فعلا ملح الجماهير يعني، فاحنا نقول لهم اكيد الف مبروك طبعا للنشامه الاردنيين بهذا الفوز، وكذلك احنا اليوم نقول لجميع لاعبي المنتخب العراقي هارد لك، قدموا اداء جميل، قدموا نسخه جميله كذلك، يمكن ايضا انتصارات عظيمه مثل من ضمنها اللي هو الانتصار على اليابان بعد سنوات طويله، وكذلك يمكن من الارقام اللي حققوها كذلك اللاعب ايمن حسين كهداف للبطوله. ما شاء الله عليك، عندك اطلاع جميل ومتعصبه رياضيه، مشكله لازم بعد انا من عائله رياضيه، اذا ما كنت متعصبه رياضيه شلون يعني هذا الشبل من ذاك الاسد كذي تنطبق المقوله. والله حلو لما الانسان يكون عنده اطلاع عام وكل حاضر في الملعب، يعني مو بشرط انت تكون رياضه عشان تكون تروح تشجع بلادك، هذه بلادك قاعد تلعب، اذا اليوم ما كنت مساند لها متى بتكون؟ في كل الظروف لازم تكون موجود. لكن هوايه سعيدين بالاخوان العراقيين انكم تكونوا موجودين ايضا في قطر، واحيت السوق، احيت الاماكن، اتمنى دائما تكونوا حاضرين. نرحب بشخصيات ايضا مشرفتنا، الدكتور ليث المبيضين مدير قناه الاردن الرياضيه، وايضا الاخ اسلام بقريعه اعلامي رياضي، حياكم الله معنا. الله يحييك، شرفتونا. يعطيكم العافيه، الله يسعد صباحكم. نشكركم على الاستضافه، ونشكر قطر على هذا التنظيم الرائع لبطولة كرنفالية هي الأفضل وهي الأعلى وهي الأقوى في آسيا، واليوم آسيا هنا ونحن آسيا.
يعطيك العافية. أكيد أنا حنضيف على كلام، وربما ليس غريب على قطر تنظيم بطولة آسيوية بعد ما نظمت مونديال، ربما هاي البطولة شيء صغير من نجاحات قطر، ربما تفوق مش نجاح، لأنه نجاح أي بلد ممكن ينجح، تفوق قطر في إنجاح البطولات. أكيد طبعاً إحنا يسعدنا وجودكم اليوم معنا، أكيد مشرفينا ومنورينا. حلو اليوم لما نشوف أن الإعلام بشكل عام كله موجود عندنا في قطر، تسلط الضوء على الفعاليات، على المباريات نفسها، على حتى ما خلف المباريات. يمكن أنت قلت لي دكتور أن أنت في سوق واقف دائماً هناك موجود. أنت سألتيني أنت شفت سوق واقف؟ قلت لك أنا ما طلعت من سوق واقف. واحد من الأماكن الجميلة أمانة، وراح نرجع لهذا الجانب، لكن إحنا خلونا يمكن ناخذ في مباريات اللي حصلت أمس، يمكن تحديداً ونرجع لمنتخب العراق ومنتخب الأردن. أكيد مبارك لك دكتورة على فوز النشامة، لكن نتكلم عن المنتخب، عن قراءة المنتخب وعن الشوط الأول والثاني، شلون شفت الأداء؟ شوق اليوم احنا بنتحدث عن مباراة الأردن والعراق، اللي شاهد المباراة يمكن محمد ما حضرتها. حضرت اللي عقب مباراة الدوحة. المباراة كانت جميلة جدا، جميلة بالمنافسة، جميلة بالأداء، جميلة بما قدمه اللاعبين قبل المباراة وما ما بعد المباراة. إيجابيات المباراة عالية جدا، كانت رائعة. أنت تتحدث عن فريقين، تتحدث عن العراق الذي عاد بعد تأخر، تتحدث عن المنتخب الأردني الذي عاد بعد تأخر. هناك كان يعني ريمونتادا إن كان من المنتخب العراقي، وأيضا كانت من المنتخب الأردني، كان في نوع من المنافسة، ولعل مباريات العراق والأردن هنالك طابع من المنافسة، هنالك شيء يجذبك لمثل هذه المباريات. المباراة يوم أمس حضرها جمهور كبير، وكان عليها أيضا خارج الملعب ومن الشاشات التلفزيون هنالك أيضا متابعة كبيرة. المباراة لقيت صدى قبل أن تبدأ، صح، عندما تم الإعلان بأن المنتخب الأردني سيلاقي المنتخب العراقي كان عليها صدى وضجة وحديث كبير قبل أن تبدأ، وعندما بدأت كان الحديث وكانت الجماهير لم تقف وحتى بعد أن انتهت بقي الحديث عنها. فهذه جمال كرة القدم، هذه جمال المنافسة. نحكي مبروك للنشامة، ونحكي مبروك لأسود الرافدين اللي قدموا مباراة رائعة، قدموا مجموعة رائعة، قدموا إلنا أسماء جديدة، قدموا إلنا فريق يعني حسسنا بالقوة العربية. عندما تتحدث عن اليابان الذي لا يهزمه أحد، وداخل اليابان لن يهزمه أحد، العراق هزمه بهدفين، هذا شيء أفرحنا. اليوم العراق يقدم جيل، اليوم المنتخب الأردني يقدم جيل، ومن بارك ايضا لقطر يوم امس، ومن بارك للمنتخب الفلسطيني الفدائي. الواحد ضايع امس، انا اسميه وين الروح. ايوه امانه انا اسميه امس يوم التناقض ما بين انا اشجع مين، انا مع الاثنين. واحنا صراحه يعني ما كان ودنا ان اللقاء يجمع ما بين الدول العربيه، لان احنا بالنهايه نتمنى ان الكاس ان شاء الله يكون لدوله عربيه، يمكن هذا الامل الراجي واللي احنا دائما نتمناه. نروح يمكن استاذ اسلام، احنا يمكن شهدنا امس فعلا مباريات كانت جدا قويه، لكن نتحدث اليوم كذلك عن مباراة اللي جمعت ما بين الأشقاء الفدائيين وكذلك العنابي. شلون شفت الأداء وشلون شفت الروح، خصوصا ان احنا ممكن شفنا كان أداء جدا قوي سواء من المنتخب العنابي او حتى الفلسطيني على أرض الواقع. صحيح، اول شيء مبروك للمنتخب القطري وللقطريين تأهل والوصول الى الربع النهائي، ربما في الطريق الصحيح نحو الحفاظ على اللقب، لقب 2019. أداء المباراة ربما كان مميز من الطرفين، المنتخب القطري فاز بالخبرة صنعت الفارق في المباراة، المنتخب الفلسطيني لم يجعلنا نشعر أن هناك منتخب أقوى من آخر، حاول بادر للتسجيل، كان متقدم في النتيجة، وفي الأخير المنتخب قلت القطري حسم اللقاء بالخبرة، ربما خبرة اللاعبين وخبرة المشاركات. لا ننسى أن المنتخب الفلسطيني ثالث مشاركة حقق إنجاز هو الوصول إلى ثمن النهائي، بعيدا عن الظروف التي يعيشها اللاعبون، الظروف الإنسانية ربما التي يعيشها اللاعبون وعائلتهم في غزة التي نتمنى ربما أن ينصرهم الله إن شاء الله في
القريب العاجل. مباراة كانت بمستوى مميز، المنتخب القطري استهل التأهل، المنتخب الفلسطيني استحق التحية ربما ليس فقط من أجل هذه المباراة، من أجل المستوى الذي ظهر به في البطولة. فاجأ الجميع، المدرب مكرم دبوب قال قبل المقابلة أنه ما رحش ندخل في ثوب الضحية، وصح ما دخلش في ثوب الضحية، قدم مباراة جميلة استحق التحية واستحق التهنئة أيضا. ربما أول مرة راح تهنئ منتخب على الإقصاء بسبب الظهور المشرف في البطولة. جميل، أمس اللي شفناه شيء حلو، حتى نقول سعادة الشيخ المياسة بنت حمد كانت تقول بأن هي مشاعر مختلطة في المباراة، كانت ما بين فلسطين وما بين قطر. وأضيف أيضا بأن الجرحى اللي جو تعالجوا في قطر من فلسطين عن طريق إخواننا في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، شيء حلو أن احنا نشوفهم في ظل علاجهم صحيح موجودين في الملعب وحاضرين. صحيح، لأنه قلت لك المنتخب الفلسطيني ليس مجرد منتخب عادي، لأنه الحالات الإنسانية ربما المنتخب تقريبا المنتخب الوحيد الذي تدخل فيه الحالات الإنسانية، منتخب عائلة لاعبين لعائلاتهم يعانون في غزة، عائلات ربما في حالات ووضعية صعبة كثير، المنتخب يشارك ويشرف البلد، وبالإضافة كما قلت حضور الجرحى، حضور المتضررين ربما من العدوان الصهيوني في فلسطين، تم إجلاءهم موجودين وحاضرين في الملعب. صحيح صحيح، وهذا ربما ما زاد من حماس لاعبي المنتخب الفلسطيني من اجل اسعاد هؤلاء الجرحى وهؤلاء المتضررين. اسعدوهم اول شوط ثاني شوط، انا اقول اسعدوهم كل البطوله مش اول شوط، لانه بطوله مميزه قدمها المنتخب الفلسطيني سواء بالتاهل او بالمباريات اللي يلعبها. اكيد، وفي نقطه مهمه يمكن الروح اللي لعب فيها المنتخب الفدائي المنتخب الفلسطيني، ويشعرك بانه لا منتخب لا يعاني من شيء، منتخب قوي كله فيه، حتى تجمعهم صحيح. أنا تضيف شغلة، المنتخب الفلسطيني حتى تجمعهم صعب، حتى معسكر تدريبي صعب صحيح. حتى خروجهم صعب صحيح. فالفريق بالروح اللي أدى فيها وبالأداء اللي أدى فيه يشعرك بأنه فريق جاهز، فريق ما عنده مشاكل، فريق ويلعب أمام قطر بطلة آسيا، ويلعب أمام قطر مستضيف البطولة بهالروح، ومثل ما حكيت فرح اول شوط. والله امانه احنا مش فقط يمكن اول شوط فرحانه من اول ومن البطولة. بداية البطوله امانه الى هذه اللحظه، لان يمكن احنا شفنا يعني تبارك الرحمن ما شاء الله كانت جهود كبيره مقدمه صحيح. على ارضيه الملعب، فاحنا نقول لهم يمكن وان ما فزتوا لكن انتم فزتوا في قلوب الجميع وفزتوا باللعيبه بالاسامي اللي قدموها لنا، فنتمنى لهم اكيد كل التوفيق ان شاء الله كذلك في المباريات وكذلك ممكن خلينا نقول في البطولات القادمه ان شاء الله. لكن نرجع اليوم إلى المنتخب الأردني دكتور، وحظوظ المنتخب الأردني وصولا إلى النهائي، شنو التوقعات؟ هلا إذا بدي أرجع لمباراة الأردن والعراق، أيا كان ينظر لي هذه المباراة، وعندما يسأل توقعاتك عن هذه المباراة دائما بنظر لما قبل هذه المباراة. فإذا نظرت للمنتخب العراقي هو بطل مجموعة، هو الذي هزم اليابان، فريق متطور. المنتخب الأردني يعاني، كان في مباريات الودية رغم تأكيدات ووعودات الحسين عموتي بأن الفريق جاهز وسيقدم صورة أخرى في كأس آسيا، فالأغلب الترشحات رشحت المنتخب العراقي، لكن ظهر الفريقين بصورة جيدة واستطاع المنتخب الأردني الظفر. اليوم بدنا نروح للمنتخب الأردني والطاجكستاني، الأردن سيلاقي المنتخب الطاجكستاني. طيب المنتخب الطاجكستاني هو في مجموعة المنتخب الأردني والمنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم، لعب المنتخب الأردني والطاجكستاني قبل شهرين في طاجكستان وتعادل الفريقين بهدف لهدف. احنا ما زلنا ننظر للفرق جنوب شرق آسيا وشمال شرق آسيا ووسط شرق آسيا بأن فريق ما زالت متأخرة في كرة القدم، عكس الشيء احنا شفناها حاليا في هذه البطولة، قدموا أداء ارتفعت مستويات ترتفع، وحتى دورياتها دوريات يعني تحظى بمتابعة، دورياتها تحظى بعقود كبيرة للاعبين. اليوم طاجكستان فريق متزن، فريق بيلعب كرة حديثة، فريق قوي. الأردن تعادل معه قبل شهرين بطاجكستان بهدف لهدف. اليوم جميع
الشارع الأردني، أو خلينا نحكي التوقعات تصب للمنتخب الأردني. جميل جدا، لكن هذا لا يعني بأن المباراة قد تكون سهلة، هذا لا يعني بأن المنتخب الطاجكستان أصلا سهل. لكن الآن طموحات الأردنيين اعتلت، الآن طموحات الأردنية بدأت تنظر لنصف النهائي على أساس أنه طاجكستان فريق عادي أو فريق تعادلنا معه بأرضه، أو فريق يعني لنا يمكن تاريخ المباريات بين الأردن وطاجكستان تصب للمنتخب الأردني. لكن اليوم الكل يتحدث بأن الأردن سيكون في نصف النهائي، إن شاء الله راح يكون في نصف النهائي، لكن إذا احترمنا الخصم وعطينا الخصم قيمته الحقيقية، لأنه فريق مش سهل بتاتا. صحيح. نتكلم عن اللعيبة، لاعبي المنتخبات العربية، من اللي لفت انتباهك منهم حتى هذا المستوى أو حتى الدور اللي وصلنا له؟ صحيح، هو احنا دائما اللاعبين الهدافين هم اللي يلفتوا الانتباه ربما بأدائهم، لذلك كان ايمن حسين، حتى ما تزعل علينا العراق، كان ايمن حسين ربما ابرز لاعب، وانا شفت في الاحصائيات، شفت في الاحصائيات يعني ما شاركش كل المباريات اساسي لكن هداف في البطوله. الغني يعني تعريف ايضا، اكرم عفيف كان مميز، حسن الهيدوس ربما دخل التاريخ يسجل في ثالث بطوله على والي، وهدف أجمل، ربما أجمل هدف في البطولة لحد الآن اللي سجله في دور المجموعات في آخر مباراة. يعني هذه الأسماء كان متوقع. المباراة الأخيرة أظن اللي قبلها كانت في دور المجموعات ضد الصين أعتقد. أيوة. هو اللي سجل الجول هذا. يعني هذو الأسماء كان أيمن حسين ربما كان المفاجأة، لكن أكرم عفيف والهيدوس كانت أسماء متوقع أنها تتألق بالنظر لحضورها وخبرتها وطريقة لعبها ربما ومستواها في البطولة مع السد. لاعبين آخرين ربما من المنتخب الفلسطيني اللي كان يعني بارز، اللاعب الدباغ كان من بين الأسماء المميزة، رغم أن المنتخب الفلسطيني كان كله مميز لكن هناك أسماء اللي كانت بارزة. أنا اللي توقعت الفلسطيني بقى. صحيح، أنا اللي توقعت أنه يكون بارز في هذه البطولة وما خيبش، ربما التعمري لعب المنتخب الأردني ونجم مونبلييه كان مميز، ربما هو لاعب اللي يصنع الفارق في المنتخب الأردني. أنا شفت أداء المنتخب الأردني في دور المجموعات توقعت أنه يفوز على المنتخب العراقي، سبب واحد أنه عنده لاعبين يصنعوا الفارق. المباريات ربما في بعض الأحيان تكون المجموعة قوية لكن تحتاج إلى لاعب يصنع الفارق، وهذا ما كان في المنتخب الأردني لحد الآن، أعتبره أحسن لاعب ربما في البطولة يصنع الفارق، خلينا نقول شايل هم المنتخب الأردني كله. مباراة أمس قدم مباراة جميلة جدا، ربما أتعب العراقيين، أتعبكم يعني في دفاعاتكم. هذو اللاعبين ربما اللي الجمهور هم اللي العراقي، الجمهور الأردني هم اللي كثير من الجماهير اللي تحي بسبب الجمهور، في بعض الأحيان يكون هناك فوز. فعلا الجمهور يعتبر هو لاعب رقم 12 اليوم. احنا شاهدنا ممكن فعلا كانوا حاضرين، كانوا موجودين، كانوا مشجعين ومساندين والى هذه اللحظه لمنتخبات بلادهم. الحلو ان احنا اليوم نشوف مش فقط هو يشجع بلاده لكن هو اي صحيح. بلد عربي يكون حاضر ويسانده ويشجعه، فاحنا اكيد نتمنى التوفيق للجميع، ونتمنى ان شاء الله ان الكل يستمتع بالمباريات اللي احنا قاعد نشهدها. هي مباريات بالنهايه جميله، احنا اليوم قاعد نشوف اسامي كثيره امانه برزت منتخبات كذلك، يمكن احنا اليوم نقارنها على الورق قد تكون في هناك منتخبات اقوى بالورق، لكن على ارض الواقع احنا قاعد نشوف تشكيلات مختلفه، قاعد نشوف نظرات مختلفه ايضا للمدربين اللي لهم دور كبير في انجاح وابراز المنتخبات. انا يمكن بعيدا عن المنافسه بدي احكي بنقطه مهمه جدا، انه اللحظات والايام اللي بنعيشها الان في قطر، نشكر قطر حقيقه، لانه احنا بنعيش يعني بنشاهد كرنفالات، نشاهد جاليات عربية تحضر لقطر، تجمعات كبيرة يعني بسوق واقف برضو، سعيدة وفرحانة أيوة. وأعلام وناس، تجمعات وناس التقت بعد سنوات، تجمعات في كل مكان، هنالك أفراح، هنالك كرنفالات. والله إحنا محتاجين فرح، فإحنا أيوة. دائما بنشكر كل من يعمل لمصلحة خلينا نحكي العرب خصوصا والقارة الآسيوية. فبطولة كأس آسيا في قطر جاءت بصورة رائعة جدا لغاية الآن. أنت قلت فرحان، إحنا
كلش فرحانين بوجود اخواننا من الاردن من فلسطين من الدول العربيه. دكتور ليث شرفنا بوجودك. شكرا. ايضا اخوي اسلام حياك الله. مشكورين. وفرصه حلوه ان نلتقي فيكم اليوم. شكرا لكم. شكرا يعطيكم العافيه. شكرا لوجودكم اليوم معنا. سعيدين باكيد هذا اللقاء وكذلك راح نسعد معاكم اكثر ومعاكم كذلك ومع الساده المشاهدين. ننتقل معاكم الى قلب المكان النابض بالجماهير العربيه والملتقى الرياضي سوق واقف. نروح الى زميلتنا عبير الثلاثيني ونقول لك مساء الجمال ومساء اسيا وجمهور اسيا يعشق خلينا نقول فعلا سوق واقف. مساء الخير شوق، مساء الخير محمد، مساء الخير لجميع مشاهدين شاشة تلفزيون قطر. أكيد نرحب فيكم ونجدد اللقاء معاكم في أسبوعنا الثالث بهذه التغطية المتواصلة لكاس آسيا 2023. أكيد أننا قاعدين نعيش عرس مونديالي بأجواء حلوة في كاس آسيا. أكيد شهدنا بالأمس الملحمة بين المنتخبات العربية في الكرة الآسيوية. شهدنا مباراة مع المنتخب العراقي ضد نظيره المنتخب الأردني، فاز عليه الأردني بثلاثية وأكيد نتأهل لربع النهائي. وشهدنا مباراة المنتخب الفدائي منتخب فلسطين ضد نظيره المنتخب العنابي. بداية المباراة كانت هدف للمنتخب الفلسطيني لكن أكيد الحسم كان للفوز، كان مستحق للمنتخب العنابي. بنشوف معاكم ونستطلع آراء الجمهور بداية من الجمهور السعودي. تشاركوا معنا. عليكم السلام. تكلمنا شوي شنو توقعاتك عن مباراة اليوم؟ وإن شاء الله المنتخب الوطني يكون في يومه متى ما كان الحالة الذهنية والحالة البدنية مع المنتخب. إن شاء الله قادرين نكسب المنتخب الكوري، وشاهدنا المباراة الماضية اللي جمعت بين المنتخب الأردني والمنتخب الكوري وشفنا الفوارق الفنية وبعض السلبيات في المنتخب الكوري، وإن شاء الله إن رجالنا قادرين عليها إن شاء الله. زين لو ننتقل شوي تشارك معنا. هو بس انزين ايش رايك في الكره الاسيويه بشكل عام؟ ايش رايك في تطورها؟ اول شيء ونشكر منظمينا في دوله قطر الشقيقه على تنظيم هذه، ودوله ليست يعني انها يعني قادره على نظمه كاس العالم اللي هو اضخم من هذه البطوله. وقطر اثبت نفسها نجاحها في كافه المحافل الرياضيه. نعم. كم متوقعين نهايه نتيجه اليوم؟ ان شاء الله نقول 2-1 للمنتخب السعودي ان شاء الله. وشون تحسون نقاط الضعف اللي ممكن المنتخب يعني اللعيبة يعني يحاولون يتجنبونها عشان تتجنبون الخسارة؟ الأخطاء الفردية، ممكن الأخطاء الفردية، عدم التفاهم بين اللاعبين، هذه أكثر شيء يخوف المنتخب. بس إن شاء الله رجالنا قادرين على تجاوز منتخب الكوري بإذن الله، وإن شاء الله الليلة احتفال سعودي هنا بإذن الله. أكيد ما شاء الله الجمهور واضح من الحين أن جمهور كبير. تتوقع أن إن شاء الله تكملون معنا للنهائي؟ بإذن الله النهائي إن شاء الله نتمنى نهائي عربي بإذن الله. إن شاء الله كل التوفيق للمنتخب. معاكم مستمرين مع المنتخب السعودي. تكلمنا شنو توقعاتك أنت حق المنتخب؟ والله مباراة إن شاء الله ما تكون صعوبة على المنتخب السعودي. المنتخب السعودي يوم عودنا على المواجهة الكورية خاصة في أمم آسيا تكون نتائج طيبة، والأرض القطرية أرض فاعل خير على الكرة السعودية بجميع المحافل العالمية والآسيوية والإقليمية. وإن شاء الله نتمنى اليوم يفوز السعودي ويكون النهائي إن شاء الله يكون إن كان ما قطر ولا السعودية على النهائي ويكون الكأس عربي إن شاء الله. إن شاء الله كل التوفيق. نقاط القوة للمنتخب الكوري، كوريا الجنوبية شو ممكن تواجهونها وتتغلبون عليها؟ والله نقاط القوة المنتخب الكوري عندهم اللاعب اللي هو سون، هذا نقاط القوة عندهم الأجنحة يعني. وممكن نتغلب عليهم، عندهم الدفاع نتغلب عليهم ان شاء الله باذن الله. لو كان عندنا رجال الاخضر ان شاء الله قادرين ان احنا نفوز ان شاء الله باذن الله. ايش رايك في التجمع الجماهيري بشكل عام؟ والله التجمع ما شاء الله جميل في قطر ان شاء الله، فالخير باذن الله علينا وعلى المنتخب السعودي ان شاء الله. توقعت ان شاء الله 2-1 المنتخب السعودي باذن الله. ان شاء الله كل التوفيق. شلون حسيت التسهيلات من دوله قطر للمشجعين؟ افضل تنظيم والله، سيد الملعب يعني كل شيء، تعليمات موجوده، التعليمات موجوده يعني تركب تبيها بالمترو تبيها بالسياره. المشرفين المنظمين كثار طيب، يعني جميل التنظيم، افضل شيء التنظيم صراحه. طبعا الدوله هي حلوه بس التنظيم فاز. تبي تقول شيء؟ اقول ما شاء الله قطر علمنا على التنظيم الرائع من 2006 سياده اسيا، والمحفل العالمي الموسم الماضي برضو كان رائع
وتنظيم ما شاء الله تبارك الله على قطر، الله يحفظ قطر حكومته وشعبه ان شاء الله. وبرضه عندي امنيه، اتمنى مقابله الاعلامي الرياضي الكبير خالد الجاسي. زين، اخر شيء شنو نصيحتكم الاخيره حق المنتخب السعودي بما ان مباراتكم اليوم؟ عدم الاستعجال على الهدف، وعدم مجارات المنتخب الكوري، المنتخب الكوري معروف بالكره اللياقه العاليه، وعدم تحسم المباراه على جزئيات من المباراه ضرب الجزاء ولا شيء. فاتمنى الحظر من خاصه اللاعب توتنهام الانجليزي سونغ. نختم معك ولا معه؟ زين، ايش رايك في الثقافه الرياضيه اللي صارت عند الناس خاصه بعد المونديال 2022؟ صار الشعب كله الحين صار التوجه كله كره القدم، حتى اللي ما يتابع كره قدم بالفعاليات اللي هنا تصير، طيب صار حتى اللي ما له في الكوره صار يحب يتابع. يعني بعضهم تشوفين كبار في السن مولودين في الملعب، وتشوفين ذوي الاعاقه مثلا الله يشفيهم، فتشوفين الكل خاص توجه كله لكره القدم، غيرت البوصله. اكيد ان شاء الله كل التوفيق لجميع المشاركين، وان شاء الله اكيد نبارك للمنتخبات اللي تاهلت وحجزت مكانها للربع النهائي، المنتخب الاسترالي، المنتخب الاردني، ختاما بالمنتخب العنابي. نشوف من راح يستلم المقعد الاخير الرابع، ونبارك له ان شاء الله من الحين السعوديه ضد كوريا الجنوبيه. نشوف الجماهير، والحلو بالموضوع ان السعوديه وكوريا الجنوبيه اخر مره تواجهوا كانت عام 1988. كل التوفيق للمشاركين، والان الكلمه لكم في الاستديو. مشكور أخت عبير على كل مرة قاعد تظهرين لنا السوق بجماليته خلال فترة النهار، لأن في ناس تعتقد أن الليل غالبا يكون فيه الجو أكيد ازدحام وغيره، لكن حتى الصبح ترى في ناس تمشي، في ناس مستغلتك كسياحة الصبح، لكن في الليل كاحتفال وكرنفال. فعلا يعني احنا ممكن نقول سوق واقف، اكسبو، العديد من الاماكن الحيويه في الدوله اللي احنا اليوم قاعد نشهدها فعلا عليها اقبال كبير سواء في الصباح او حتى في المساء. ما ننسى ان يمكن من الاشياء اللي تميزنا ايضا هنا في دوله قطر ان عندنا الكثير والعديد من الاماكن كذلك المكيفه، يعني انت لو بتروح بالصيف، لو بتروح بالشتاء، لو بتروح الصبح، لو بتروح المساء، ان شاء الله انكم راح تستمتعون في كل مكان. واحنا اكيد ما زلنا مستمرين معاكم مستمتعين كذلك بالاجواء الحاضره والموجوده. يمكن احنا راح نتحدث عن واحده من المباريات اللي شهدناها امس، الا وهي طبعا مباراه كان فيها الخاسر فائز. استطاع المنتخب العنابي التأهل لدور الثمانية من بطولة كأس آسيا 2023 في المباراة الماراثونية اللي قدمت وجمعت ما بين العنابي وشقيقه الفلسطيني، ليكمل بذلك منتخبنا الوطني مسيرة العرب في البطولة وتحقيق حلم أن يكون بطل آسيا 2023 منتخبا عربيا. رح نتحدث مشاهدين أكثر عن هذا الجانب، رح نتحدث عن المباراة التي جمعت أمس العنابي والفلسطيني، وكذلك عن البطولة بشكل عام. فيسعدنا أكيد يكون معنا الكابتن عبدالله المزروعي لاعب العنابي والغرافة السابق، وكذلك الكابتن ساطع العباسي حارس مرمى نادي قطر. حياكم الله، سعيدين بوجودكم معنا، وشكرا على هذه تلبية الدعوة. مرحبا المشاهدين في مونديال آسيا. لا والله حلو ان احنا نلتقي بكابتن وحارس بنضيع، لان الكابتن يحط خطه وممكن الحارس يسوي فيها. انا راس حرب وهو حارس يعني، بس ما انا احاول اتصدى. انت ليش دائما الحارس على اتهام؟ لان يعتبر انا بالنسبه لي الحارس هو رقم واحد في الفريق، اذا عندك حارس جيد ممتاز الفريق ياخذ ثقه وياخذ. احنا شفنا امس الحراس يعني ابدعوا في المبارتين، ففعلا الحارس بالنسبه لي يكون رقم واحد. حارس امس كان صمام الامان واللاعب رقم واحد، دائما يقول لك اذا انت عندك حارس معناته عندك، هو اللي يبني الهجمه ايضا. كانوا بيبون اقوال وايد فلسطين، لكن قدر عليها الحارس، تالق في صد كرات عديده. وبالعكس انا بشكل عام يعني الحراس البطوله متميزين ولهم ان شاء الله مستقبل باهر. ان شاء الله. يمكن احنا يمكن الحارس هو اول المهاجمين واخر المدافعين. صحيح. يعني فعلا احنا اليوم قاعد نشوف دور كبير وجهد كبير قاعد يقدمونه. لكن اليوم كذلك كابتن، لو نرجع الى اداء المنتخب العنابي امس تحديدا في المباراه، شلون شفته من الشوط الاول الى نهايه الصافره؟ اولا نبارك الفوز لمنتخبنا الوطني اداره وجماهيرا و جهاز فني، ونقول حق المنتخب الفلسطيني هارد لك، ما قصروا، لعبوا مباراه جيده واثبتوا ان الكره الفلسطينيه بخير وفي تطور مستمر ان شاء الله ولهم مستقبل باهر. فمباراه كانت بالنسبه لنا يعني احنا راضين بالنتيجه. الاداء انا اعتبره متوسط
لأن بحكم أنك في هذه المباريات يهمك الفوز فقط، لأن دور 16 يعني لا تنظر لأي نتيجة ثانية، أنك تقدم أداء جيد وتتأهل، لأن في البطولة التجمع ناس مش بطولات الدوري ذهاب وياب، أو فيكون عندك أنت عندك مباريات راح تلاقيها في الدور الثمانية مع فرق قوية، فلازم يكون تحافظ على مستوى الفني للعيبة، الجاهزية الأكثر. أنا أعتبر أنه يعني حققنا النتيجة الطيبة اللي هي الفوز 2-1، ورجوعنا في الشوط الثاني أو أنك متأخر بهدف أيضا تحسب للمدرب، يعني كنا إحنا الشوط الأول شفنا في أخطاء دفاعية، فالمدرب غير بعض اللعيبة، والحمد لله قدرنا أنه يعني بالثلاثي اللي أنا دائما أعتبرهم مفتاح منتخبنا الوطني اللي هو المعتز وأكرم وحسن الهيدوس، يعني هذيلا يعني ثلاث اللي هم بارزين. البارزين واللي هم مفتاح اللعب منتخبنا، يعني منتخبنا يضم 25-26 لاعب وكلهم شاركوا وكلهم مميزين. لما زعلت وحطوهم احتياط أشوف هم لهم المدرب له نظرة دائما أكيد. المدرب في بعد نظر موجود، في بعد نظر لأنه يحتاجهم، وهذيلا يعني لعيبة مهمين ومفتاح الفوز. لو تلاحظ الأهداف دائما تي من هالثلاث اللعيبة، يعني أنا ما بعطي خطة حق المدربين الثانيين يعرفون إن هذيل هم، لكن أنا عندي ثقة إنهم مميزين في مع المجموعة الطيبة اللي إن شاء الله راح تقدم مستوى طيب. نعطي الحارس حقه الحين هو نادي قطر. شلون نادي قطر؟ والله مرة طيبة أكيد. إن شاء الله جمهوركم يخرق وايد يخرق. والله إحنا نسعى نرضي جمهورنا صراحة، بالذات القسم الثاني عقب التوقف، بالذات ان شوي نتائجنا تذبذبت قبل التوقف، بس ان شاء الله عقب التوقف نحاول نرضي جمهورنا ان شاء الله نسعدهم ان شاء الله. ايش رايك في منتخب قطر ووصوله لهذا المستوى؟ اول شيء مبارك لهم صراحه، ومثل ما قال كابتن عبد الله الحين المباريات هذه مباريات كؤوس، خروج المغلوب تعتمد على تفاصيل صغيره، ممكن انت تلعب وتكون افضل وتوصل للمرمى بس، ولكن في خطا بسيط الفريق الخصم يسجل عليك انت طلعت. فالأهم هو حاليا صراحة وإن الفوز ونتأهل للدور اللي عقبه، ونفكر أنا أقول نفكر إن مباراة منتخبنا يفكرون مباراة، ولكن أعتقد إن المباراة الأصعب هي بتكون اليابان، يعني لين ما إن شاء الله نوصل النهائي، ونتمنى إن شاء الله إن منتخبنا يأخذون البطولة هم صاحبين الأرض والجمهور إن شاء الله. أكيد إحنا نتمنى كذلك ويعاد السيناريو ل 2019. لكن اليوم إحنا نتكلم عن الجهد الكبير اللي قدمه الحارس بشكل عام، خصوصاً إحنا نتكلم عن هذه الفترة. يمكن قبل كان في عندك كذا مثلاً فوز أو خسارة أو تعادل، لكن هذه ما فيها إقصاء، فجهد كبير وتركيز كبير وضغط كبير يكون على الحارس، فنتكلم عن الحراس ودورهم خلال هذه الفترة. الحارس الماما بشكل عام دوره أساسي ومهم، سواء نفسي أو حتى فني. نفسي يعطي الثقة حق الفريق، هو صمام الأمان، توجيهات تساعد المدافعين والفريق بشكل عام، وفني تصدياته وتدخلاته بشكل مباشر حتى بناء اللعب. حارس الماما هالفترة مش مهم إذا هو أدى أداء ممتاز واخر مثلا دقائق نقص تركيزه تسبب في هدف، المهم حارس المرمى في هالمرحله هي يطلع بالفريق للدور الثاني. نعم. فالتركيز مهم، التواصل مع اللاعبين، مسؤوليه كبيره جدا على الحارس انه يكون طول فتره المباراه مركز، سواء في بدايتها في اخر المباراه، لان الحين قاعد نشوف الفتره الاخيره اخر 10 دقائق الفرق قاعد تفوز قاعد تفرق، اللي يسجل جولين. فنتمنى ان شاء الله الحراس العنابي التوفيق، وهم ان شاء الله على قدر المسؤوليه والكفاءه. جميل. كابتن عبد الله شنو حاب تقول ان شاء الله؟ اقول لك اضيف لكلمته ان لا تنسى الادوار هذه في ضربات جزاء، يعني نعم. انا هذا اللي كنت قاعد اركز عليه، فضربات الجزاء دائما هي ترشح في فرق، يعني اخذت البطوله من الدور ال 16 لين الدور ضربات الجزاء، يعني نعم. الحارس كان له دور كبير في تأهل منتخبات وحصولهم على بطولات كثيرة. فدور العلم يعني والده العزيز كان مدرب معان في منتخب الناشئين الفئات السنية، ممكن أنا منتخب لاعب في كرة القدم، يعني أكيد يعني
تاريخ في الحراسة، عنده خبرة في مرمى الحراسة جيدة. نعم تبارك الرحمن. لذلك يمكن كابتن احنا نتفق على اللي هو اول المهاجمين واخر المدافعين، لانه ياخذ مسؤوليه كبيره في نجاح الفرق. يمكن نفس ما ذكرت احنا خلال البطولات السابقه شفنا فرق ادت ومنتخبات ادت، لكن بسبب ضربات الجزاء قد تكون استبعدت واستقصيت. لكن اليوم نرجع الى المنتخبات العربيه، احنا يمكن شهدنا 24 منتخب مشارك، شهدنا اداء كان جميل، مفاجآت كذلك كانت جميله. اليوم احنا صرنا كعدد طبعا قل، فمن المنتخبات غير طبعا المنتخب العنابي اللي ممكن يكون ايضا في الصداره، ممكن يكون في الترشيح طبعا لكاس اسيا؟ اولا دائما اخذ على كلمه سمو الامير البلاد المفدى الله يحفظه الشيخ تميم، دوحه الجميع دائما للعرب بشكل عام، دائما الفرق العربية دائما مميزة حضورا ومستوى، ودائما يعني حتى جماهيريا. لكن أتكلم عن الفرق العربية كمستوى، أتوقع الفريق السعودي يملك عناصر جيدة، وأيضا خبرته في البطولات آسيا، عنده بطولة آسيا وشارك، وعنده أيضا دوري المحترفين عنده مستوى عالي بمشاركة كريستيانو رونالدو وجميع المحترفين على مستوى عالي. يمكن تتابع الدوري السعودي تشوف دوري يعتبر رابع دوري أو خامس دوري في العالم، جماهير السعودية أيضا عطشانة أن تأخذ بطولة آسيا، فأتوقع سلاح المنتخب السعودي الجمهور، وراح يكون طرف قوي إن شاء الله إذا عدها المباراة، لأن هالمباراة هي مفتاح المنتخب السعودي، هي أهم مباراة. وفريق الكوري ليس الفريق الصعب، يعني فريق السعودي قادر عليه. المنتخبات أيضا العربية، منتخب البحرين ومنتخب السوري ومنتخب الأردني لا حظوظ في هاي، ونتمناها إن شاء الله إذا ما كانت عنابية تكون عربية إن شاء الله. إن شاء الله أكيد إحنا نتمنى كذلك. كابتن ساطع بعد ودي أرجع لك، بالنسبة لحظوظ المنتخبات من تتوقع كذلك الوصول إلى النهائي؟ والله نتمناها عربية، حتى النهائي نتمنى يكون عربي، يعني نتمنى نشوف مثلا منتخبنا ضد السعودية في النهائي. ولكن المهمة صعبة ليست سهلة، ونفس الوقت هي مش مستحيلة. نتمنى أشوف النهائي منتخبنا ضد منتخب السعودية. شو رأيك في حارس العنابي أمس أو على المستويات اللي طافت؟ هو بشكل عام مشعل برشم ما شاء الله عليه قاعد يقدم مستويات طيبة، سواء في الدوري وحتى على مستوى المنتخب، والجميع الحراس الموجودين ذو كفاءة عالية. يعني احنا شفنا المنتخب الوحيد اللي جميع حراسه شاركوا هو منتخبنا، شارك سعد الشيب وشارك صالح زكريا، والجميع يعني على قدر المسؤولية وقاعد يقدمون مستويات طيبة مع أنديتهم مع المنتخب. نعم فخورين أكيد بكل الإنجازات اللي تقدم، واحدة من الإنجازات الجميلة اللي شهدناها خلال الفترة السابقة قطر تتوج بلقب كأس آسيا لكرة اليد مجددا للمرة السادسة على التوالي. يعني يوم لما نتكلم كابتن عبد الله عن هذا الإنجاز اللي هو أيضا يعتبر فخر لنا، وأن قطر تمثلنا يمكن خير تمثيل الحمد لله في كأس آسيا كرة اليد، هل هذا إن شاء الله راح يكون له تأثير على لعيبتنا في كرة القدم؟ احنا عشنا جيل ان لعيبة كرة القدم كنا يعني دائما مع لعيبة كرة الطائرة واليد وكذا، كنا عارفين بعض ونعرف يعني جماهيرنا تتابع جميع يعني الثقافة الرياضية، بس مش كرة قدم. بالعكس احنا شفنا جمهورنا يتابع بطولات في كرة اليد، كاس العالم لكرة اليد، بطولة الالعاب المائية، الالعاب المائية فعلا، وعندنا يعني مشاركين كثير قطريين. ثقافة تغيرت مش كرة صحيح قدم صحيح. الدوحة صارت عاصمة الرياضة، صارت بادل بقى. عليك نور بادل ايضا دخلوا فيها الدول، المملكة العربية السعودية دخلت بطولة البادل كلها بافكار قطرية وابداع قطري، فالحمد لله على هالشكل. ففعلا قطر عاصمة الرياضة، وبطولة قطر اللي يعني فوزنا بترى مش شيء بسيط انك تفوز في آسيا، هذا يعطيك دافع ايضا. يعني احنا يمكن يعني الاعلام متجه لكرة القدم ايضا، لكن جزاكم الله خير اعطيتوا كرة اليد حقها. بالعكس هي ترى كرة جميلة ولعبة جميلة، ونبارك المسؤولين والجماهير لهذه البطولة، ونقول لهم ان شاء الله الأمام إن شاء الله. إن شاء الله يصير كأس آسيا عندنا اليد ونحتفل الاثنين مع بعض. 25 العرب إن شاء الله. إن شاء الله. كابتن عبد الله المزروعي شرفنا بوجودك، كابتن ساطع العباسي شرفنا بوجودك، وكل شخصية اليوم بهذا المستوى أيضا تشرف البلد على أكثر من ناحية، وانعكاس وثمار الواحد يفتخر فيهم.
بلا شك أكيد طبعا يعطيكم العافية طبعا. على كل شيء قدمتوا وما زلتوا تقدمون أيضا في جانب كرة القدم. نشكر جهودكم، نشكر وجودكم، وكذلك نشكركم مشاهدينا على حسن الاستماع، وإن شاء الله نكون إن قدمنا لكم الفائدة واستمتعتوا معنا في جولاتنا المختلفة سواء كانت في الاستوديو أو حتى خارج الاستوديو. أنا استمتعت صراحة، لأن اليوم تشكيلة صراحة وشخصيات قوية بلا شك. أكيد طبعا يسعدنا وجودهم معنا، وإن شاء الله مشاهدينا تكون لنا لقاءات أخرى بضيوف مختلفين. أما الحين نقول لكم في أمان الله وبحفظه، الواقف في الملعب في أمان الله.